الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السادة السيدات ممثلي قطاع الإعلام، السادة السيدات أعضاء مكتب المرشح، تحية خالصة لكم جميعا، ومن خلالكم تحية خالصة إلى كل مواطنينا أينما كانوا وأينما وجدوا، سواء بداخل الوطن أو بخارجه. قبل أن نبدأ، من واجبنا أن نعزي أخينا رشيد وأهله عن مصابهم، مصاب الجلل، وفاة السيد علي فضيل رحمة الله عليه. فنقول نيابة عنكم جميعا، ربي يغفر له إن شاء الله ويدخله فسيح جنانه. بداية لابد أن نقول كلمة شكر لكل الذين عملوا معنا ورشحونا وزكونا وبذلوا جهودا طويلة، أيام طويلة، مدة 5 أسابيع وهم يعملون ويجتهدون ويتنقلون بين المداشر والقرى والبلديات والولايات حتى يجمعوا توقيعات التزكية أو توقيعات التي لما جمعناها جئنا اليوم لنودع ملف ترشيحنا. فشكر الجزيل لكل من عمل معنا، والشكر الجزيل الخالص كذلك إلى كل الآباء والأمهات، لأننا من ضمن الإمضاءات التي جمعناها هناك إمضاءات تاع شيوخ وعجائز وشباب. فالشكر الجزيل لأمهاتنا وآبائنا على هذه التزكية. من بين الإمضاءات التي جمعناها كذلك فيها من العمال والبطالون، فالشكر الجزيل إلى كل عامل ولكل بطال آمن بأننا يمكن أن نقدم جديدا لهذا البلد، لهذا الوطن الحبيب، فزكانا كذلك. والشكر كذلك الجزيل إلى الطلبة والأساتذة الذين تعبوا معنا وبذلوا كل ما بوسعهم من أجل أن نصل إلى هذا اليوم، إلى هذا الموعد، أن استوفينا شرط جمع التوقيعات بما يتجاوز العدد 54,000 ونظن و200 توقيع موزعة على تقريبا كل الولايات، وداخل الولاية كذلك موزعة على مجموعة بلديات. طبعا الوفد الذي معي يمثل النساء والرجال، يمثل الأساتذة والطلبة، يمثل كذلك العمال، يمثل كذلك الأطباء، فهم زهر من كل حقل، أو فهم عينة من كل فئة من فئات المجتمع. فالشكر الجزيل لهم جميعا. فكرنا في الترشح لأننا كذلك نرى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد سيئة للغاية، سواء على البعد الاقتصادي بأبعادها الثلاث، الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. فاعتقدنا ونعتقد جازمين أنه من واجبنا أننا نبذل جهدنا حتى نخفف هذه الأعباء على وطننا الحبيب، وحتى نكون منقذون لهذا البلد، منقذون لمواطنينا. كذلك نعتقد أنها فرصة تاريخية ترشحنا، لأننا نعتقد أن هذه الانتخابات هي فرصة تاريخية نحدث من خلالها التغيير الذي يتمناه كل جزائري وجزائرية، سواء كان بداخل أو خارج الوطن. كذلك ترشحنا وتشجعنا لأننا نعتقد أن الشعب الجزائري الذي خرج يوم 22 فبراير، الذي أعطى رسالة كبيرة لكل شعوب العالم أن بالسلمية والحضارية يمكن أن نحدث التغيير، لهذا تشجعنا أن مع شعبنا سنتمكن إذا عملنا معا من إحداث هذا التغيير وبناء الجزائر الجديدة التي حلم بها الشهداء وعمل عليها المجاهدون. ونحن إن شاء الله أحفاد الشهداء والمجاهدون سنواصل هذه الرسالة
حتى نصل إلى الجزائر التي نحلم بها أو الجزائر التي نفرح بها. كذلك ما شجعنا على المشاركة، ولا أخفي عليكم وسأكون صريح، هو الوعود القطعية الصريحة التي قطعتها المؤسسة العسكرية. سابقاً كانت الانتخابات ربما تطبخ في أماكن مغلقة ويتخذ القرار في من سيكون الرئيس، ثم يؤتى بمرشحين ويدفع بهم إلى الترشح في حفلات وتجمعات نهايتها ربما كانت محسومة سلفاً. نحن تشجعنا هذه المرة لأننا متيقنين أن تلك الوعود، وعود المؤسسة العسكرية التي جاءت على لسان قائد الأركان نائب وزير الدفاع، نحن نؤمن بها ونصدقها، وأعطتنا الشجاعة على أننا نبذل كل ما بوسعنا حتى نكسب ثقة المواطنين والمواطنات ويقبلوا بنا ويرشحونا ويزكونا حتى نكون في واجهة بلدنا الحبيب ونقود البلاد إلى بر الأمان. كذلك تعتبر هذه الانتخابات فرصة لجيلنا. كان المرشحون سابقاً يحملون شرعية ثورية أكثر مما هي شرعية البرامج أو شرعية الشهادة، يعني كان يكفي أنك تقول أنه مجاهد أو أنه كان ضمن الستة الذين فجروا الثورة، أو أنه يعني عنده في السي في ديالو شيء عنده علاقة بثورة التحرير، كان هذا ربما يكفي حتى يترشح. اليوم أعتقد أن جيلنا الآن أمام هذا التحدي حتى يثبت مكانته، حتى يثبت جدارته، لأننا نأتيكم اليوم بشرعية مصداقية الشخص ومصداقية العائلة ومصداقية الناس الذين يعملون معنا ومصداقية البرنامج ومصداقية كل السنوات الطويلة التي ناضلنا فيها منذ عهد الانفتاح، يعني منذ 30 سنة. نحن في حملتنا لجمع التوقيعات كنا وعدنا الجزائريين وقلنا لهم في كلام صريح عبر بعض القنوات، قلنا لهم ثقوا فينا واعطونا امضاءاتكم واعطونا اصواتكم وسنعطيكم جزائر تفرحون بها. الجزائر التي نفرح بها هي الجزائر التي يعيش الشعب او المواطن في لحمة مع بعضه البعض، لا فرق بين الشمال والجنوب ولا الشرق والغرب، لكن لما نقول لا فرق لابد أن نلمس هذا من حيث الخدمات التي تقدم لكل المواطنين أينما كانوا وأينما وجدوا. لما نقول لا فرق لابد أن يكون هناك التوازن في توزيع الثروات على كل المواطنين أينما كانوا وأينما وجدوا. الأخ اللي ساكن في أقصى الجنوب أو أقصى الشمال أو أقصى الغرب أو أقصى الشرق لابد أن تصله الخدمة العمومية التي هي من واجبات السلطة، لابد أن تصل إليه بنفس المستوى وبنفس النوعية وفي نفس التوقيت مثل باقي المواطنين عبر كل ولايات الوطن. نحن معنا اليوم من وراء من ترونه يمثلون من تلمسان، يمثلون الجنوب، يمثلون كذلك الشمال، ويمثلون كذلك من تبسة، وكذلك من أقصى الغرب من وهران. نحن تنوع الذي عندنا من حيث التمثيل الجغرافي، من حيث التمثيل الفئات، أعتقد أنه عينة لا بأس بها نستطيع أن نقيس عليها ونقول أننا بإذن الله رب العالمين سنكون مرشح الشعب بفئاته المتعددة والمختلفة. وعندما سنصل إن شاء الله نعد الجزائريين بجزائر يفرحون بها. هذه الجزائر التي ضمن أولوياتها هي الاهتمام بالمواطن، هذا المواطن الذي نعرفه بأنه إنسان قبل كل شيء، هذا المواطن الذي هو إما موجود في الجزائر أو موجود في الجالية، وما أدراك ما الجالية الجزائرية وما تعانيه من ويلات ومن مشاكل، سواء على مستوى الوثائق أو على مستوى الشغل أو على مستوى الصحة، حتى إذا مات أحدهم ربما لا يدفن وقد يحرق لأنه يتعذر على الذين معه أو الذين يحيطون به أن يحملون جثته إلى بلد المنشأ. إذن نحن نعد الجزائريين بالجزائر التي إن شاء الله سنفرح ويفرحون بها، وهذا وعدنا الذي قطعناه عليهم، هذا الذي وعد الذي قطعناه لهم جميعا، وسنكون بإذن الله أوفياء. الشرط أننا نضع اليد
في اليد لننقذ بلدنا الحبيب ونصل به إلى الجزائر المشهودة أو الجزائر التي حلم بها الشهداء وعمل عليها المجاهدون. ونحن إن شاء الله هذا الخلف سنعمل على تحقيق هذا الهدف في المجالات الناقصة التي عجزوا عن تحقيقها. شكرا لكم وبارك الله فيكم.